الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الأمسية المباركة مع من نحسبهم من خير الناس الذين زكاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ممن اصطفانا في الدنيا لتعليم وتعلم كتابه، واصطفانا في الآخرة لنكون من أهل جنته ورضوانه. الحديث الذي طلب مني لم يكن لي أن أرد هذا الطلب، أولا لأن الشيخ ناصر وفقه الله له مكانة في القلب، وهو من تلاميذ الوالد البررة، صلى الله أن يغفر للوالد وأن يجعل ما بذله في ميزان أعماله يوم القيامة. والثاني أنه طلب مني الحديث عن الوالد رحمه الله، والحديث عنه بر، ولعلي إن شاء الله أكون بهذا الفعل قد ولجت بابا من أبواب البر به عليه رحمة الله. القرآن في حياة الوالد رحمه الله له عدد، أو هناك أكثر من محطة من المحطات يمكن أن نقف عندها. أولاً، الوالد رحمه الله من أسرة علم، والده وجده وجد أبيه كانوا طلاب علم، بعضهم علماء. وسأل أتكلم عما يتعلق بالقرآن فقط، لن أتكلم عن الأشياء الأخرى. فجدي رحمه الله كان امتهن تعليم القرآن، كان في نجد في شبابه فقر وحاجة، وكانت الأمر سهل، وكانت العيشة فيها شيء من الشظف والشدة، فكان أهل نجد يرحلون لطلب المعيشة. فذهب جدي وهو في العشرين أو قريب منها إلى قطر مع أخيه محمد، أيضا هو جدي من جهة الأم، ومكث هناك 4 سنوات يعلمان القرآن. أما جدي فأمضى 4، وأما الجد الآخر جدي محمد فمكث 2 أو سنة ووجها منها، ثم رجع لحاجة أبيه له، فدرس هناك القرآن. وما يدرس في مثل هذه المدن والأقاليم البعيدة إلا القرآن، هناك دروس لبعض العلماء، لكن أكثر العناية لتنشئة الناس كانت بالقرآن. وكان شاعرا، فكان إذا ختم الطالب القرآن معناه قرأه قراءة وليس حفظا، هي تعليم وليس تحفيظ، لأن الناس ما كان عندهم مدارس، ما كان ثم إلا المساجد، وليس ثم تعليم إلا القرآن. ولهذا يوجد الآن كبار سن يقرؤون القرآن، لكن تعطيه كتاب أو تعطيه ورقة أو قلم يكتب ما يعرف. لماذا؟ لأن تعلم القرآن فقط، فقرأ القرآن. فأقول كان إذا ختم الطالب القرآن بمعنى أكمله قراءة يجعلون له مثل الحفل.
فيدورون أولا على البيوت، يذهب تلاميذ زملاؤه معه ومعهم صحن يدورون، هذا يضع قطعة من التمر، إذا يعني قطعة نقدية صغيرة أو قليل من البر، ويكون هذا للأستاذ، يعني ما كان فيه راتب ولا مكافأة ولا شيء إلا ما يعطيه الناس. الله يجزاك خير. فكان شاعرا، فنظم أيضا قصيدة، وإن كنت لا أحفظها لكن يمكن لو بحثت عنها في الإنترنت وجدتموها، قصيدة لهؤلاء الطلاب الذين يدورون، كان أولها فيما أذكر الحمد لله الذي هدانا علمنا القرآن واجتبانا ثم ساق على منوالها، فهذا طالب قد قرأ وقد كتب، فضع شيئا من الطعام والذهب أو نحو ذلك، حوالي 20 أو قريبا منها من الأبيات، كان على سبيل الرجز أو على طريقة الرجز، فجلس هناك يعلم القرآن، هذه محطة من المحطات. الوالد رحمه الله لما يعني جاء عمره حوالي سنة أو سنة ونص، انتقل جدي من مزعل، كان هناك في قرية اسمها مزعل عندنا، إلى بلدة الرين التي نشأ فيها الوالد، انتقل أيضا معلما للقرآن في هذه القرية. وأول ما بدأ الوالد في عمر يمكن الرابعة أو الخامسة بدأ يحضر الدروس، وعمره 4 أو 5 سنوات، حتى كان يقول في بعض مجالسه رحمه الله: إني أحضر وإن كنت لا أفقه لكن وقع حب القرآن في قلبي. فحضور سبحان الله مجالس الذكر ومجالس القرآن بالذات تجعل القلب يألف هذه المجالس، فيقول حبب إلي القرآن. فلما بلغ 6 أو قريبا منها وبدأ يقرأ القرآن وختمه يعني نظرا، ثم بدأ في الحفظ، ألزمه جدي رحمه الله بالحفظ، وبدأ يحفظ، بدأ يحفظ، ولكنه بعد أن أتم حوالي 12 جزء توقف عن الحفظ. جدي كان يسافر للرياض ويجلس أحيانا 2 أو 3 شهور ثم يأتي ويذهب أيضا، لأنه كان يتعامل بالتجارة، ما كان متفرغ للتعليم فقط، يتاجر، يذهب إلى البادية ليأخذ منهم قيمة ما اشتروه منه في أيام الربيع، يأخذه منهم قيمة ما اشتروه في أيام الشتاء والصيف. المقصود أن الوالد يقول لما سئل عن لماذا توقفت، قال: لم أجد من يعينني ويشجعني، لأن التعلم القرآن هكذا كلامه عليه رحمة الله يحتاج إلى منافس، إذا لم تجد منافسا فإنك تضعف همتك وعزيمتك. وكان يوصي دائما بالحرص على المنافسة بين الأقران، إن هذه المنافسة تذكي الحماس لكي يحفظ الإنسان القرآن بشيء من السرعة. فمكث حوالي إلى أن وصل عمره قريب من تقريبا 18 سنة، وهو على 12 جزء أو 16 أو 17 تقريبا. فجاء عندنا في القرية أو البلدة قاضي، ممكن تعرفونه لو ذكرت اسمه، اسمه الشيخ عبد العزيز الشاثري، يلقب بأبي حبيب، أبو الشيخ ناصر، جد الشيخ سعد الشاثري وأبو الشيخ ناصر، أحسنت، هذا هو شيخ الوالد رحمه الله. فلما جاء إلى الرين وتعين قاضيا هناك، وكان الوالد في كما قلت لكم 16، كان الوالد قرأ على جدي مبادئ العلوم، قرأ في النحو وقرأ في الفرائض وقرأ في الفقه وقرأ في بعض المصطلح وغيره من المبادئ العلوم، الكتب المختصرة والصغيرة والمتون. ف
طلب جدي من الشيخ أنه يأذن لعبد الله، قال ودي أنك تأذن لعبد الله يقرأ عليك. وكم عمرك؟ كان 16 17. أول سؤال سأله الشاذلي هل يحفظ القرآن؟ قال لا. قال يحفظ ثم يأتي. كانت هذه اختبار أو امتحان، أو ما أسميها أنا حقيقة الجذوة التي أوقدت حفظ القرآن في قلب الوالد رحمه الله. قال يحفظ ثم يأتيني. وكان هذا شائعا عند العلماء. حدثني الشيخ أو أيضا كان الوالد معنا الشيخ رحمه الله فهد بن حمين إن هذا الموقف مر به أيضا لما أراد يطلب العلم، قالوا تحفظ؟ قال لا، قال احفظ ثم تعال. فيطبقه العلماء في ذلك الوقت، يطلبون حفظ القرآن قبل طلب العلم. يقول الوالد لما جاءني هذا الخبر ضاق صدري، لكني عزمت أني أحفظ القرآن. فكان يمكث عليه رحمة الله في المسجد من بعد الفجر إلى قرب المغرب، يذهب يرجع يأكل شيء يسمونه الهجور، يعني فطور متأخر، ثم باقي وقتا في المسجد يحفظ. يقول حتى أنه كان بدأ من أول القرآن كمراجعة، قال كنت أقرأ في اليوم 10 أجزاء. هذه مراجعة غير الحفظ الجديد. يقول حتى أني انصرفت تماما إلى حفظ القرآن. دخل علي الشيخ اللي هو الشيخ أبو حبيب يريدني في أمر، توقف قديم من 3 دقائق وأنا لم أشعر به، منسل مع القرآن مع القراءة. ولما رفعت رأسي وإلى الشيخ وهكذا يضحك، فرح بهذا الجد والاجتهاد. يقول فكلمني فيما أراد وأنا مكاني وقال لا تقوم، وانصرف. فمكث على هذا الحال قريب من 8 أشهر وأتم فيها حفظ القرآن 18 الجزء مع مراجعة 12 السابقة. يقول كنت طول هذه المدة مرتب ترتيب، كل يوم 10 أجزاء مراجعة وحفظ جديد. فكان لما تقدم يقول كنت أختم القرآن في كل 3 أيام مرة. استمر يختم القرآن يمكن أكثر من 2 شهر في كل 3 أيام مرة. بعدها أصبح القرآن ميسرا ويسيرا على لسانه، فكان يقرأ القرآن قائما وقاعدا وفي الطريق وهو يمشي أحيانا، وإذا جلس في مكان الانتظار أرى دائما شفتيه رحمه الله تتحرك بالقرآن. اللهم اغفر له وارحمه، لأنه أصبح القرآن سهل وأصبح أيضا يتلذذ بالقرآن. أذكر لكم موقف طريف عن شيخه رحمه الله الشيخ أبو حبيب. يقول صلى بنا الشيخ صلاة الظهر، فلما صلى بنا صلاة الظهر قام إلى 5 فسبحنا، فأشار إلينا أن قوموا فقمنا. فلما سلم قال كنت لما كبرت بدأت من المكان الذي وقفت عنده ونسيت الفاتحة، مواصل دائما القرآن على لسانه يتلوه. يقول نسيت الفاتحة فبدأت من الموقف الذي وقفت عنده ووصلت، فلما جئت في الركعة الثانية تذكرت أو ربما الثالثة فأقام الثانية مقام الأولى كما تعرفون في الحكم الشرعي. المقصود إن الإنسان إذا حفظ القرآن حفظا متقنا لا يكفي هذا، وإنما ينبغي أن يعود نفسه على أن يتلوه أناء الليل وأطراف النهار. فإذا عود نفسه على هذه التلاوة المستمرة كان ذلك بإذن الله، إضافة للأجور التي تعرفونها، لا أقول ألف حرف ولا من حرف وميم حرف، ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولا من حرف وميم حرف. إضافة إلى هذا التلذذ بهذا الكتاب والبركة التي يحصل عليها من قراءته. أذكر أيضا من أو على
سبيل الاستطراد شيخنا الشيخ عبد العزيز بن داود رحمه الله، درسنا في كلية الشريعة ودرس أجيال عليه رحمة الله. كان قبل أن تبدأ المحاضرة وهو جالس على الكرسي من أحيانا 3 دقائق دقيقتين يقرأ في الممرات، ممرات الكلية يقرأ، في استراحة الأساتذة إذا جلس ما تجده يتحدث ولا يسولف ولا يستمع، إن سئل أجاب بكلمة قصيرة أو جواب قصير، وإلا استمر يقرأ عليه رحمة الله. فهذا أيضا إضافة لما ذكرت من الفوائد أنه يحفظ عليك وقتك ويبعدك عن اللغو والهزل والكلام فيما لا يعني ينفع أحيانا، إضافة إلى أنه يعودك على الجد والاجتهاد والحزم مع نفسك، وآثاره وفوائده كثيرة. نعود إلى الوالد رحمه الله، حفظ القرآن رحمه الله. فلما حفظ القرآن، بل قبل أن يتم حفظه كلفه الشيخ أن يدرس الأولاد، فقال الآن اجلس للأولاد بعد العصر. أولاد أيضا طريقة ليس حفظا وإنما تعليم، فقرأ عليه العشرات بل المئات. والآن الناس الذين في 60 و55 من أهل تلك البلاد إذا لقيتهم قالوا أبوك شيخي، أبوك درسني القرآن، أنا تعلمت القرآن على يد والدك. كم أيضا من الأجور لمثل هؤلاء. فيقول جلس 4 سنوات يعلم القرآن. فمهنة تعليم القرآن مهنة من المهن الشريفة والعظيمة التي كان أسها وأصلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم ويقرأ عليهم ويقرئهم، إضافة إلى من تخصص من الصحابة كما تعلمون في الإقراء، في إقراء القرآن. فهي أيضا سنة سار عليها المشايخ وطلاب العلم إلى يومنا هذا ولله الحمد. فاشتغل كما قلت لكم بتعليم القرآن ودرس على يده أعداد كبيرة من أهل تلك البلاد. هذه من أيضا المواضيع أو الموضوعات التي يحسن أحببت أن أشير إليها. سأشير إلى حاله مع القرآن. يحب الإطالة في الصلاة عليه رحمة الله، ويطيل القراءة في النوافل، يطيل القراءة. أحيانا يصلون الجماعة ويخرجون وأجلس أنا أنتظر في المسجد، أجلس أنتظر في المسجد 3 ساعة 25 دقيقة. السنة هي ما بين طبعا قراءة وركوع وسجود، وبهذا تنال الولاية، بهذا تنال ولاية الله عز وجل بالصلاة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني بالصلاة. والصلاة عمدتها القراءة، عمدتها القراءة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ، إذا مر بآية فيها شيء من التسبيح سبح، بآية فيها من الرحمة طلبها، شيء من الجنة دعا وسأل الله الجنة، النار استعاذ منها، شيء يسأل سأل الله عز وجل ذلك. فهذا أيضا مهم من الإنسان، يحاول أن يطيل القراءة في الصلاة، يلتذ بها فيما بعد وإن كانت قد تبدو شاقة في البداية. ثانيا أو من الأمور في موضوع القرآن أنه عليه رحمة الله كما قلت لكم يقرأ القرآن. كنا نحاول هو إما أن يقرأ القرآن وإما أن يقرأ في شيء من الكتب معه، ما يكون وقته فارغ حتى بالسيارة. إذا سافرنا من الرياض إلى مكة ومن الرياض القصيم أو إلى الشرقية أو إلى غيرها، هو عليه رحمة الله يحب السفر بالسيارة، لا يحب الطائرة إلا نادرا، فكان يقطع وقته بمثل ما ذكرت لكم. فكنت إذا كنت معه أنا أو أحد الذين يعني تلاميذه أو إخواني أو أبنائنا، كنا نحرص قبل أن يبدأ، صلى الله يعفو عنا طبعا، هذه من الحيل، أن نسأله سؤالا
يقطع به الطريق، يعطينا قصص من التاريخ من حكايات الأولين. وكان إذا بدأ بالقصة عليه رحمة الله يذكرها كأنك تراها، عنده وصف عجيب عليه رحمة الله. سافر مع الشيخ أبو حبيب والشيخ عبد الرحمن الفريان والشيخ فهد بن حمين والشيخ عبد الرحمن بن مقرن إلى رحلة إلى شمال المملكة، استمروا رحلة دعوية في عام 81 هجري، استمروا أربعة أشهر يدعون هناك دعوة وتعليم. فكان إذا سرد هذه القصة يذكر أسماء القرى، أسماء الأمراء، أسماء المشايخ، أسماء الأعيان من الناس الذين قابلهم بعد كم، بعد 50 سنة أو أكثر، ونادر أن يتلعثم في شيء من ذلك. حتى بعض الأسماء سواء أسماء الأشخاص أو أسماء القرى فيها شيء من الصعوبة، ومع هذا يحفظها عليه رحمة الله. المقصود أنه كان أيضا يشغل وقته في أثناء السفر بقراءة القرآن، وبخاصة في المواسم، في رمضان مستحيل أن نفتح معه باب الحديث منذ أن يركب يبدأ إلى أن نصل مكة عليه رحمة الله. كذلك يعني سئل كم تختم القرآن، قال كنت أختمه في كل 3 أيام، لكن لما ضاقت علي الأشغال وكثرت أصبحت أختمه في كل 7 أيام، يعني هذا بعد الأشغال عليه رحمة الله. والسبب كما قلت لك أنه كان يقرأ في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، ويقرأ في السنن، ويطيل المكث في المسجد عليه رحمة الله. من القضايا أيضا التي يمكن أن أشير إليها، هناك آيات يعتني بها عليه رحمة الله، أذكر لكم بعضها. مثلا كان يحب أن يقرأ أول سورة المؤمنون، المؤمنون يحب أن يقرأ هذه، يقول هذه الآية إذا قرأها المؤمن تعرف على صفات المؤمنين ورسخت في قلبه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقول تأمل هذه الآيات. أيضا من الآيات التي يذكرها دائما، يمكن الشيخ ناصر سمعها مرارا منه في مواعظه ومحاضراته، قول الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فيقول هذه الآية آية عظيمة، هي التي جمع الله فيها أسباب نجاة الأمة، أسباب نجاة الأمة، أقاموا الصلاة أتوا الزكاة أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر. فيقول جمع الله فيها أسباب النجاة. أيضا من الآيات التي دائما إذا قرأها شبه يبكي، قول الله عز وجل في الذاريات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يقول يصلون ثم يستغفرون، كان يتعجب، كان شبه يبكي كما قلت له. يصلون الليل قليلا من الليل ما يهجعون، يصلون الليل ثم إذا انتهوا في الأسحار يستغفرون، كأنهم رأوا أنهم قصروا في هذه الصلاة ولم يقوموا بما يجب لله عز وجل حق الوجوب. فهذا من أو هذه من الآيات التي أيضا كان يرددها. في العزاء نادر أن نحضر عزاء لا يذكر الآية التي تحفظونها جميعا وتعرفونها. من يذكر الآية التي تذكر في العزاء؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يذكرها في كل عزاء غالبا. ويقول إن عمر بن الخطاب يذكرها، ويقول نعمة أو نعمة العدلان ونعمة العلاوة، ويقول قديما كان الجمل إذا كان قويا وضعوا عليه عدلين، العدل عبارة عن وعاء كبير يوضع فيه الأشياء التي يحملونها، وعاء عن يمينه وعاء عن يساره كبير، وإذا كان يتحمل وضعوا فوقه علاوة زيادة وأولئك هم المهتدون.
فكان أيضا يكررها كثيرا في كما قلت لكم إذا حضر مجالس التعزية. ولعلي أختم بأيامها الأخيرة رحمه الله حينما كان في المستشفى. دخل المستشفى وبقي فيه حوالي 6 أشهر عليه رحمة الله، ثم وصل في الأشهر 3 الأخيرة إلى أنه لا يتكلم، وضعوا في فمه في حلقه جهاز التنفس فأصبح لا يتكلم لكنه يسمع. فكنا إذا جئنا عنده أو جاء عنده أحد من أخواتي وقرأوا عليه شيئا من القرآن، كانت عيناه تدمعان عليه رحمة الله، تدمعان إما تأثرا وإما تمنيا أن يكون هو القارئ، لأنه كان كثيرا ما يقرأ ويرقي الناس. ومن الرقية التي كان يحرص عليها أنه كان يقرأ آيات التهليل، يتتبعها في القرآن واحدة واحدة ويقول إنها مؤثرة ولها أثر عظيم. آيات التهليل الرقية بها يقول إنها مؤثرة. فكما قلت لكم حياة العلماء مع القرآن، لأن القرآن يعتبر من أهم الأمور التي تشكل حياة العالم، لا من حيث المعاني ولا من حيث أيضا القضايا الجانبية الأخرى اللي هي مثل ما يسمونها البركة أو الخير الذي يحصل به الإنسان من خلال ارتباطه بالقرآن الكريم. ولعلي أكتفي بهذا، فأسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وجميع موتانا وموتاكم وموتى المسلمين، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته يلقاه إن شاء الله أمامه، وأن يجعلنا ممن يخلف أو يخلفون هؤلاء العلماء الذين مضوا بخير، وأن تكونوا إن شاء الله أنتم من حملة العلم الذين تكون الأمة تهتدي وتقتدي بهم، لأن العلماء هم الذين يقتدى بهم ويهتدى. أسأل الله عز وجل أيضا في ختام هذا المجلس أن يجزي من كان سببا في هذا اللقاء، وهو الشيخ ناصر وإخوانه الذين معه، ويجزيهم خيرا وأن يبارك في جهودهم وأن ينفعهم وأن يرفعهم وأن ينفع بهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.